حيا الصحة والعافية لكم مشاهدينا صباحا، ومجموعة من التقارير التحقيقات وأعمدة الرأي في صحف الصباح اليوم. سعداء أن نتناولها بشيء من التحليل مع الأستاذ عاصم إسماعيل. مرحبا بك، أهلا، صباح الخير. صباح الخير، صباح النور. مرحبا بك. نبتدر حديث الصحافة اليوم بالانتباه وتهريب كميات ضخمة من الصمغ العربي. مدير شركة الصمغ العربي جهات تتربح بالسمسرة على حساب المنتجين. أعلنت شركة الصمغ العربي على توفر مخزون من الصمغ بقيمة 400 مليون جنيه أوضل إبراهيم خلال انطلاق موسم طق الصمغ في مناطق الحزام أمس، إلى رفع تمويل السلم بقيمة 3000 جنيه بدلا من 500 جنيه في السابق. من جانبه أفصح عضو مجلس اتحاد الصمغ العربي العمدة أيوب بلول عن تهريب كميات ضخمة من الصمغ العربي، وقال التهريب ناتج عن سيطرة الوسطاء ودفع مبالغ زهيدة للمنتج، وطالب الدولة بإغلاق أبواب التهريب واعتماد نافذة للتجارة واحدة يستفيد منها المنتج والدولة عبر إنشاء بورصة. وفي سياق موازن، اتهم مدير شركة الصمغ العربي جهات وتجار لم يسمهم بتربحهم بالسمسرة على حساب منتجي الصمغ العربي. وقال عوض الله في تصريحات صحفية أمس في وانطار الصمغ يشترى من المنتج بحوالي 3000 جنيه بينما يباع في الأسواق بستة أو 7000 جنيه، مؤكدا وجود تكتلات داخلية وخارجية تسيطر على الأوضاع ولديها مصالح وصفها بالشيطانية. والحديث عن الصمغ العربي ومشكلات الصمغ العربي بالتأكيد هو دائما بنتحدث عنه في مجمل الحديث عن المشكلات الاقتصادية، ولكن الحديث الآن عن تهريب الصمغ العربي. هو طبعا يعني احنا بنفتكر انه مسألة الصمغ العربي يعني من الأهمية بمكان، يعني محصول الوحيد الذي أعفي من مسألة العقوبات الأمريكية. دي من الحاجات الحكومة مفترض كانت تلتفت لها، لماذا أعفت الولايات المتحدة الأمريكية يعني العقوبات على الصمغ العربي؟ لأنه محصول هو مهم جدا في العالم ويدخل في منتجات كثيرة جدا، وهو ذا أهمية أيضا بالنسبة لبعض الأدوية، لأنها مستفيدة منه. إذن كده يعني الناس مفترض كان تولي هذا المنتج أو المحصول أهمية كبرى. ومعروف أنه يعني الصمغ العربي ينتج في ولايات يعني نائية أو بعيدة جدا من المناطق الحضرية، ويسهل أيضا تهريبه. وأي زول في السودان ده عارف أنه الصمغ العربي يهرب إلى دول الجوار ويصدر إلى الخارج، وأي شخص ينادي حتى المنتجين أنفسهم يعلمون جيدا أن الأسعار التي تباع بها هذه السلعة أسعار زهيدة جدا ولا ترقى لمستوى مسألة يعني الدخل بالنسبة للمنتج. ولذلك يعني ينادي كثير من المنتجين وحتى المصدرين ينادون بمسألة أنه يعني لابد من إنشاء بورصة، لأنه عشان تحدد أسعار مجزية بالنسبة للمنتجين حتى يعني يسهل أنه يعني عدم التهريب بالنسبة لهذه السلعة. ولكن يبدو أن السياسات الكلية في الحكومة السودانية لا تراعي، ليس لديها ميزة نسبية لبعض المحاصيل المهمة. احنا نريد سياسة واضحة تجاه سلعة الصمغ العربي الذي يهرب إلى دول الجوار ويصدر بأنه منتج في تلك الدول إلى العالم ويستفيد منه بعض الناس. صحيح، وهو الحل يمكن يكون لمشكلات مختلفة. يعني حديث عن مشكلة التهريب التي ذكرها هذا التقرير جانب للحركة التقليدية أيضا طق الصمغ وغيره من الجوانب لجمع الصمغ نفسه، اللي يمكن هي أيضا تكون فيها مشكلات في الإنتاج وإهدار يعني كمية من المورد، وجانب آخر عن الحديث عن النافذة التجارية الواحدة التي ذكر التقرير. نعم. لأنه هي مجموعة الوسطاء أيضا، هو يتحدث عن أنه 3000 هي سعر من المنتج و7000 قد تكون في الأسواق. نعم. فهي تحديات مختلفة، فطريق الحلول يمكن يكون لجوانب ضمن الخطة الكاملة. ويمكن يعني كثير من الاقتصاديين كانوا بيتحدثوا أيضا عن أهمية البورصة ومؤتمر الصمغ وغيره. يعني الحلول لموضوع الصمغ العربي على المدى القريب، يعني نحن الآن نتحدث عن خطط ممكن تكون إزعافية أكثر لأنه هي مشكلات مختلفة في الاقتصاد. طيب نحن يعني كل المؤتمرات التي أقيمت في الخرطوم أو في كافة الولايات المنتجة بالنسبة للصمغ العربي كانت تنادي بأنه السعر الذي يشترى به الصمغ غير مجزي،
نفس مشكلة الذهب، يعني احنا بنحتاج انه الناس يعملوا معالجات بالنسبة للمنتجين، يسهلوا بالنسبة للترحيل الضرائب الرسوم المفروض على حتى الانتاج المنتج في مناطق الصمغ العربي او طق الصمغ العربي، هنالك رسوم تفرض من الولايات وضرائب تفرض وحتى الزكاة تفرض هنالك في مناطق الانتاج، دي كلها من المعيقات. ومسألة الترحيل أيضا بالضبط لها مشاكل، طبعا النقل نفسه. أن احنا نريد أن نحل بعض الجوانب تتعلق بالبنية التحتية وتتعلق بحتى المنتج بطريقة، يعني الطق للصمغ العربي الطريقة التقليدية يجب أن تغير، أول مفاهيم يجب أن تغير. نحتاج إلى ورش عمل كثيرة جدا للمنتجين أنفسهم، وبعد ذلك نجي للولايات كيفية فرض الرسوم وكيفية فرض الضرائب وكيفية فرض الزكاة وكيفية ترحيل هذا المنتج إلى الأسواق. دي كلها من المشاكل الأساسية حتى نضع السياسة الكلية بالنسبة للصمغ العربي. صح، والمواكبة التقنية وجوانب. نعم. أيضاً أن الصمغ العربي ما يصدر خام، يعني نحتاج لمنتجاتنا. ننتقل للسوداني، وفي صفحة مال وأعمال في السوداني تجاوزات في قرار نقل المواطنين مجاناً بالعربات الحكومية. رصدت متابعات للسوداني بواقف مواصلات الخرطوم حدوث بعض التجاوزات فيما يختص بقرار وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس بنقل المواطنين مجانا بعربات الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث قام بعض سائقي المركبات الحكومية باستغلال القرار وتطبيقه لصالحهم، وذلك بنقل المواطنين مقابل تعرفة تدفع لصالح سائقي المركبات. وذكرت الموظفة هالة أحمد أنها كانت تقف بموقف بحري قبل أن تأتي عربة حكومية لتغيلهم إلى السوق العربي وسط الخرطوم. تابعت أن سعدنا بموقف السائق، ولكن سرعان ما تفاجأنا بطلبه منا في دفع الأجرة. ممكن دي واحدة من التجاوزات اللي هي دائما بتقف أمام حتى طرق الحلول. صحيح صحيح، فدي واحدة من المشكلات يعني في جوانب مشكلة المواصلات. يعني الأزمة الحقيقية بالنسبة للمواصلات الآن في ولاية الخرطوم جزء منها مسألة التعريفة، ولكن قرار مجلس الوزراء يعني بدأ تطبيقه أمس، يعني من الصعب أنه إحنا نقوم نقيمه بأنه الناس يعني ممكن تكون دي حالات فردية، ولكن القرار في ذاته ناقص. يعني القرار هو ذاته يعني كمية العربات الحكومية الموجودة في ولاية الخرطوم وما هي الوزارات المعنية، هل هي وزارات ولا مؤسسات ولا هيئات ولا شركات حكومية. الأمر الثاني أيضا أنه يعني أنت بتقول أنه يا أخي العربات الحكومية تعمل في مجال المواصلات في أوقات الرسمية وغير الرسمية، طيب السائق ذاته هو بيشتغل بمرتب للوزارة المعنية أو الجهة الحكومية المعنية، طيب ما ممكن يشتغل لك بعد الساعة 3 لغاية الساعة 6 ولا الساعة 7 بعربة الحكومة. دي كلها من المشاكل الكثيرة جدا، أنه أنت وده زمن إضافي بالنسبة لي وهو. يعني صحيح الناس يقول لك يا أخي خليه يشتغل لكن ادي قروش. صحيح في ناس بيمتعضوا من المسألة دي يفتكروا أنه القرار ده مفترض يرحلون مجان، كويس. في السودان ده أنا أفتكر أنه ما في حاجة يقول لها مجان. يعني أي زول داير قيمة أو يعني هنا أنت إذا كان عملت القرار ده أدي السائق ده وبتايم أديه مثلا بدل، أديه حاجة إضافية عشان يشتغل لك. لكن حتى لو احنا افترضنا انه اديته حاجة اضافية برضو محتاج لمراقبة، لانه احنا ما عندنا ضمير. في مشكلة كبيرة جدا بتواجهنا، انه حتى لو فكلنا الحبل على الغارب، يعني اي زول بيشتغل على كيفه بمزاجه، الدار يعمل بيعمل وما دار يعمل، لانه ما في رقابة. يعني في المشكلة الاساسية احنا لازم انه يعني نشوف انه نراقب انفسنا قبل ما يراقبنا الاخرين. ودي من المشاكل ايضا. العربات الحكومية دي برضو عندها يعني مشاكل، عندها مشاكل هيكلية، عندها مشاكل بتاعت صيانات، عندها مشاكل بتاعت وقود، عندها مشاكل بتاعت السواقين، عندها مشاكل بتاعت وجهة. يعني واحد مثلا ماشي من درمان لقى ناس، يعني مثلا انا بتذكر انه امس انه لقينا انه كثير من الشرطة يعني يوقفوا العربات ويركبوا الناس، ما عارفين الزول ده هو ماشي لمهمة رسمية، ماشي لوجهة مختلفة تماما من الوجهة الماشية. يعني دي كلها من الحياة اللي مفترض ينظموها تنظيم، يعني دائرة تنظيم. القرار ده أنا أفتكر إنه هو ما حل مشكلة المواصلات، إذا لم يكن هنالك يعني ما حل مشكلة المواصلات. ولكن يجب إنه يعني مجلس الوزراء شعر إنه في ضغط شعبي كبير جدا وفي معاناة من المواطنين، حاول إنه يحل المسألة دي بعربات حكومية، لكن ما بتتحل المسألة دي بعربات حكومية تنقل المواطنين نهائي، ما بتتحل. صحيح. لازم يفكروا في حل جذري، لأنه مجلس الوزراء قبل كده يعني رفعوا له تقارير وروا المشاكل شنو، والناس اللي ما قدروا يشتغلوا ومساكل الإزبيرات والطرق المهترئة والصيانات والجمارك، رفعوا الكلام ده الناس المختصين لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء ما قادر يتخذ قرار في هذا الأمر.
هو قرارات حتى نقابة الحافلات، حتى نقابة الحافلات يعني تتهرب من مسألة بتاعت انه تعمل تعريفة بالنسبة للمواصلات، حتى السواقين شغالين على كيفهم يعني، ما عندهم مسألة يعني. انا ما بقدر بعمل كنترول على زول سايق حافلة خاصة حقته يعني، يعني لو عملت له مثلا جبت رقابة في المواقف ممكن يجي يقيف يشيل الناس لكن يمشي ثاني ما يجي، في زول بيقدر يقول له يا اخي تعال؟ صح، هي دي مشكلة أساسية. لازم يكون في حوافز تدفع بالنسبة للناس السواقين ديل ذاتهم، لأنه بيعانوا من مسألة الصيانات، بيعانوا ضرائب الرسوم دي كلها. يعني أنت في واحد يكون سايق له حافلة ماشي في الشارع يوقفوا بتاع المرور يقطعوا إيصال، هم ممكن يمشي بيتهم ثاني ما يجي، يقول لك أنا ما أقدر أشتغل، مشكلة شنو يعني؟ ما هي دي من المشاكل الأساسية الجوهرية الناس مفترض ينظروا لها بعين الاعتبار، مش إنه يوجهوا عربات حكومية تشتغل مواصلات. ده عجز، أنا أفتكر ده عجز من مجلس الوزراء في معالجة مشكلة المواصلات الحقيقية التي يعاني منها المواطن الآن في ولاية الخرطوم. صحيح، والحديث عن القرارات التي لا بد أن يكون لها تخطيط ولها دعم من غيرها. ننتقل للصيحة والزيارة للحديث لوكيل وزارة المالية مكة مرغني في إفادات ما بعد بروكسل. الزيارة إيجابية جدا وترحيب أوروبي بسودان ما بعد الثورة. بدأ وكيل وزارة المالية الأستاذ مكي مرغني أحد أعضاء الوفد في زيارة لبروكسل متفائلا بإمكانية عبور المرحلة الحرجة في تاريخ السودان ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة، واصفا زيارة حمدوك لبروكسل بأنها إيجابية جدا وأن السودان يمكن الآن أن يندمج في المجتمع الدولي بسلاسة بعد رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كاشفا عن وعود قدمها الاتحاد بمساعدة السودان في هذا الصدد، وجدد التأكيد على بقاء الدعم وأنه تم بأمر سياسي، غير أنه أشار إلى أن هنالك اتجاها لتوجيهه نحو المستفيدين واصفا الوضع المالي الحالي بالمستقر. ويمكن هو لقاء مع مكة مرغني في إفادات ما بعد بروكسل، ممكن الجوانب المختلفة لوجود دكتور حمدوك في بروكسل. ويمكن التساؤل الأول هو تحدث عنه في أنه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. فمن زاوية مراقبتكم كإعلاميين وصحفيين لزيارة دكتور حمدوك لبروكسل، هل فعلا هذه الخطوات يمكن أن فعلا تأتي وفقا لها، وحديث عن الدعم لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟ هو شوف، احنا يعني الاتحاد الأوروبي يعني له ثقل كبير جدا في العالم. صحيح انه يعني حمدوك قبل كده مشى الأمم المتحدة وشارك بخطاب، وجا فرنسا وماكرون وعد انه حيدعم السودان برفع اسم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعد بانه يكون في مؤتمر للمانحين أو أصدقاء السودان في 2020 في الفترة المقبلة. ولكن نحن بنفتكر أنه السودان الآن محتاج لسياسات داخلية تفعل الموارد الموجودة. يعني كل الهم الأكبر الآن منصب حول أنه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى تتعامل معنا الدول الأوروبية أو العربية أو تدعمنا الصناديق الدولية أو كل المؤسسات الكبيرة في العالم. هذه المؤسسات والصناديق لن تدعم السودان في الوقت الراهن. صحيح هنالك حسن نوايا، نحن نتفائل بهذه الزيارات كثيرا، ولكن يجب علينا أن يعني نلقي نظرة إلى الداخل، ماذا لدينا نحن في الداخل حتى نفعل هذه الموارد. كثير من الشباب السوداني الآن مستعد تماما ليفعل هذه الموارد، لكن الحكومة الحالية بدأت في يعني لم تبدأ بالداخل وبدأت بالخارج. الخارج نحن الآن نعرف جيدا أن الخارج لن يستطيع أن يدعمنا ما لم يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وواشنطن قالت بصراحة إنه السودان اسم السودان لن يرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب قبل يعني عام أو 9 أشهر. يجب أن نستغل هذه الفترة في تفعيل الموارد الداخلية، في تفعيل همة الشباب. رأس المال البشري الموجود في الداخل ده مستعد الآن أن يعمل في كافة المشاريع اللي يمكن أن يعني نحن أتينا بكفاءات من الخارج، كنا نعتقد أن هذه الكفاءات التي تعمل بالخارج وجاءت إلى الداخل لديها خطة واستراتيجية لتفعيل هذه الموارد الموجودة في الداخل حتى يستطيع الشباب الكثير العاطل عن العمل أن يعمل في هذه المشاريع إنتاجية توفر بعض السلع الغذائية. ولكن الاعتماد على الخارج أنا أعتقد أنه غير مجدي في هذه السانحة وهذه الأصل.
أيضا واحد من التصريحات في هذا الحوار حديث وكيل وزارة المالية مكي مرغني عن أن الوضع المالي مستقر وليس لنا مشاكل، كيف تقرأ هذا التصريح؟ هو طبعا ده تصريح متفائل، يعني هو يتفائل أن الوضع المالي مستقر، نحن أيضا نتفائل أن يكون الوضع المالي مستقر، ولكن الواقع يعني نحن الآن هنالك دعم من الاتحاد الأوروبي ب 55 مليون يورو، هنالك دعم من الجهات العربية بدعومات عينية ومادية. طيب كيف يكون الوضع المالي مستقر والآن نحن نعيش في فترة أزمات حقيقية، أزمات معيشية، أزمات في المواصلات، أزمات في الكهرباء، أزمات في البنى التحتية؟ إذا كان الوضع المالي مستقر يجب أن ينعكس هذا على الوضع العام بالنسبة للمواطن السوداني. الآن هنالك فقر مستشري، هنالك ديون كثيرة جدا، هنالك معاناة من المواطنين، يعني أبسط مقومات الحياة الآن يصعب المواطن الحصول عليها. إذا كان يا سيد وكيل وزارة المالية الوضع المالي مستقر يجب أن ينعكس هذا الوضع المالي على المعيشة، وهو الأمر هو الفيصل في هذه كل الأحاديث. لا نريد أن يكون الحديث فقط يعني تطمين للمواطن وتطمين للخارج وتطمين للداخل، يعني لابد أن نذكر أيضا أن وزير المالية قبل أيام صرح بأن السودان يحتاج إلى 5 مليارات دولار حتى يستقر أوضاعه الاقتصادية، ولذلك نحن لا نريد أن نكون هنالك تناقض في التصريحات، ولكن نريد أن ينعكس كل هذه التصريحات أو تنعكس على الواقع المعيشي. صحيح، هو خاصة أنه السيد الوزير عندما صرح بذلك التصريح وعندما انتقد في هذا التصريح كان الحديث عن أنه هذا مبدأ للشفافية. نعم. وفمن الأجدر أن يكون يعني الشفافية في الحديث عن الوضع المالي، دائما الحلول تأتي بمعرفة المشكلات أكثر. صحيح. هي صحيح. البداية. صحيح. أيضا من ما لفتني في الحديث عن هذا اللقاء تحدث عن المانحين واعتبار أنهم سيمنحوا السودان 55 مليون دولار، تحدث أيضا عن أن الأستاذ مكي مرقني عن أن التعداد السكاني هو الخطوة الأولى. نعم. والخطوة الأولى هذه ستجرى قريبا، وتحدث عن تكلفة التعداد السكاني بأنه 150 مليون. فشكل الموازنات. هو طبعا شوف يعني احنا يعني قبل ما نخش في التفاصيل بتاعت الاستراتيجيات الكبيرة والفقر والتعداد السكاني والإحصاء السكاني وما شابه ذلك، يجب علينا أن يعني في مسلمات أساسية يجب توفرها. يعني أنت إذا كان داير تعمل إحصاء سكاني عشان تقدر أنه تعرف عدد السكان كم، عشان تقدر تعمل ميزانية، نحن نقول أن هذه هي الفترة الانتقالية مهمتها محددة بحاجات معينة. يعني الثورة لما قامت من أجل شنو؟ لقمة العيش. يعني الناس كانوا ما قادرين يأكلوا ولا قادرين يشربوا، والأسعار ارتفعت وكل ذلك. نحن بنحتاج إنه كل الأشياء معروفة، كل المشكلات معروفة، يجب حل هذه المشكلات أولا. يعني الآن حتى الآن نحن نتحدث داخل هذا الاستوديو ليس هنالك يعني استراتيجية واضحة لحل مشكلة واحدة. لا زال الخبز الصفوف تتراص، لا زالت الوقود يعني الناس يقفون في الصفوف، لا زال المواصلات الناس يعانون منها، الكهرباء تقطع، المياه لا توجد، الشوارع. يعني نريد من هذه الحكومة أن تبدأ بمشروع واحد تنفذه، لا 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 يعفي ذلك أن تقول المبرر أن الحكومة لديها شهرين حتى الآن ولم تقوم. لا، نريد أن تكون هنالك بادرة حسن نية في إصلاح أمر واحد، ثم تضع خطط بعد ذلك لإصلاح يعني جزئي ثم وسطي ثم كلي، ولكن حتى الآن كل الهم مركز إنه كيف يدعمنا الاتحاد الأوروبي ونتحصل على دي كلها أشياء أنا أفتكر إنه مقدور عليها، ولكن ماذا فعلت هذه الحكومة في الداخل؟ إذا كان هنالك موارد موجودة في الداخل الأمر المالي مستتب، يجب أن نعكس ذلك على المجتمع السوداني الذي يعاني من المشاكل الكثيرة. يعني. صحيح، مع التأمين على أن ضرورة التعداد السكاني فيما يخص الخطط. نعم، نعم، على المدى على ذلك. البعيد. نعم. في التيار لليوم حديث المدينة الأستاذ عثمان مرغني قيام وسقوط التحالفات السودانية. قبل عدة أسابيع استضفنا في منتدى كوباية شاي الذي تقيمه صحيفة التيار عصر كل خميس السيد مبارك الفاضل المهدي، لفت نظري في حديثه تكراره وتأكيده القاطع لفشل التحالفات السياسية في السودان مهما تجلت في صناعة التغيير والثورات. بصراحة لم يغنعني حديثه، ولكن خلال اليومين الماضيين قرأت الكتاب الذي ألفه مبارك الفاضل ماذا جرى، وحوى سردا تفصيليا
للحقبة التاريخية من 86 حتى 2016. لفت نظري ما رواه عن تفاصيل العلاقة بين مكونات التجمع الوطني الديمقراطي الذي قاد المعارضة السياسية والعسكرية ضد حكم البشير خلال التسعينات، لا تكاد تخلو صفحة في الكتاب من إشارة لتقاطعات مستمرة بين المكونات السياسية واجتهاد إفشال الطرف الآخر فقط بدافع الغيرة السياسية ومحاولة منع الطرف الآخر شخصا طبيعيا واعتباريا من الوصول لمحطة النجاح. كل ما أزور دار الوثائق القومية وأستمتع بمراجعة أرشيف الصحافة السودانية يدهشني التاريخ المكرر وإعادة تدوير الأحداث بالتفاصيل والعقلية ذاتها، كأنما كتب على السودان الخلد في حلقة دائرية مفرقة كدوران الدرويش في حلقة طار. تنشأ المكونات السياسية وتتحالف، وهو أيضا أسقط هذا الحديث عن موضوع الحرية والتغيير وكيف يمكن أن يمضي هذا التحالف في الحرية والتغيير. فأيضا دائما نتحدث عن الممارسة السياسية السودانية ومع كل هذه الأحزاب والتحالفات التي كانت على مدى تاريخ السودان حتى الآن، دائما السؤال لماذا لم يقدر لهذه التحالفات النجاح ولماذا كانت كل هذه المشكلات في إصغاط أيضا عن المرحلة وحديث عن الحرية والتغيير. هو طبعا يعني الخلاوي يكتب الكلام ده إنه في بوادر انشقاق يعني بدأت تظهر الآن في مسألة قوى الحرية والتغيير ما بين القوى المكونة الحرية والتغيير والحزب الشيوعي اللي هو الذي هو ذاته جزء من القوى المكونة الحرية والتغيير. يعني بوادر انشقاق، يعني الناس يتفائلوا خير انه القوى الحرية والتغيير تضم منظومات كثيرة جدا واحزاب وتجمعات ومكونات مجتمع مختلفة، لكن انا دار اقول حاجة واحدة انه احنا في كثير من الاحزاب الموجودة او التجمعات او الكيانات يعني نفتقد للرؤية الوطنية الواضحة. احنا محتاجين انه الاحزاب أو التجمعات أو المكونات أو القوى المختلفة أن يكون همها الأول والأخير الوطن أولا قبل المصلحة الحزبية الضيقة أو المصلحة بتاعت المؤسسة أو القوى المعنية. لذلك إنه أنا لا أريد أن أقول أن المسألة هي يعني مثلا ذكاء سياسي أو غيرة سياسية أو ما شابه ذلك، ولكن هناك استاذ عثمان مرغني ذكر بانها غيره سياسيه. احنا بنفتكر انه المساله ليست بالغيره السياسيه بل هي المصلحه السياسيه. يعني في مصلحه معينه، يعني كل الاحزاب التي تنشا او غالبيه الاحزاب التي تنشا الان في الساحه السياسيه ومقبل في احزاب كثيره جايه والاحزاب التقليديه القديمه يجب ان تتغير النظره في البرامج وفي الاسس وفي الاستراتيجيات، لأنه الآن المفهوم العالمي تغير كثير. يعني ظهر شباب أو جيل جديد همه الأول، يعني لو لاحظت كل الثورات التي قامت في الوطن العربي يعني كانت ضد الطائفية وضد التنظيمات السياسية، همها الأول الوطن. يعني حتى الآن ننظر إلى لبنان نجد أن العلم اللبناني هو المتسيد، ليس هنالك أعلام أخرى، رغم وجود الطائفية الكبيرة، رغم وجود حتى العراق وجود الطوائف الكثيرة جدا الآن، العالم العراقي فقط يعني هو هذا رمز وطني للوطن. يجب علينا نحن الأحزاب أن نرفع راية الوطن أولا والعلم السوداني أولا قبل أن ننظر إلى المصالح الشخصية الضيقة. لا نريد غيرة سياسية، حتى وإن كانت هنالك غيرة سياسية يجب أن تكون من أجل الوطن وليس من أجل المصلحة الذاتية بالنسبة للأحزاب، المصلحة الحزبية. الحزبية يعني احنا النظرة الضيقة والتعصب الضيق بالنسبة، يعني انت الحزب ده مفترض يكون أول حاجة، يعني تكون الوطن أولا ثم ثانيا الحزب، لكن الآن الناس ينظرون الحزب أولا. يعني الولاء للحزب ومكونات الحزب، حتى رئيس الحزب إذا قال لهم يا جماعة أمشوا يعني أفشلوا تلك الخطط الوطنية يفشلوها لأنه هو بأمر رئيس الحزب. دي من المشاكل الكبيرة جدا، وإحنا عندنا مشكلة إنه ما بنستمع للآخر حتى لو كان حديثه سلبي، بنفتكر إنه إحنا الصح. أنا كحزب بفتكر نفسي أنه أنا الصح وأنا قدمت للوطن وأنا، لا أنت قدمت للوطن لكن برضو مفترض تواكب العصر وتشوف أنه يعني النظرة الضيقة هي التي أقعدت بهذا السودان، والسودان ليه متأخر؟ يعني الأحزاب دي كلها لو جلست مع بعض وعملت جرد حساب، ليه نحن يا جماعة منذ الاستغلال ولنا كم 60 سنة حتى الآن نحن دولة فاشلة ومتأخرة؟ ليه نحن في كافة التقارير العالمية دائما في مؤخرة الدول
سواء كان في الفساد، سواء كان في التنمية، سواء كان في الفهم، سواء كان في السياسة، سواء في كل الأشياء، الناس مفترض يعملوا جرد حساب. ليه نتصارع إنه يا أخي أنت ما أفضل مني وأنا أفضل منك؟ ليه إحنا بنشوف الوطن يا أخي؟ الدول دي كلها كانت زمان إحنا نوريت لها ونجيبه ونشغله معانا ويفتكروا إن السودان ده أفضل. الآن الدول دي ارتقت لي وبقت تصنف من الأوائل في العالم، ونحن نرجع لورا. دي مشكلة كبيرة جدا. صح، مع عمق السودان في الممارسة السياسية، يعني الحديث صحيح عن الأحزاب السياسية السودانية منذ الاستقلال حتى الآن، لكن ما طورت نفسها، محتاجين تطور نفسها. يعني الحديث عن الممارسة السياسية والتجربة السياسية وحتى الثقافة السياسية للأجيال. صحيح. شكرا لك جزيلا أستاذ عاصم إسماعيل، تحليلا لمختلف التقارير التحقيقات، وأعمد الرأي في صحف الصباح. طيبة لحياة طيبة.